تفضل يا دكتور. تفضل. النهارده يعني في مركز الدفاع في مستشفى المنصوره الدولي بنبدا يعني فعاليات اول يوم بالنسبه لاعطاء يعني مرعات اللقاح للمواطنين. الحمد لله يعني تواجدوا في صباح اليوم حسب يعني ما وصلتكم الرسائل بالنسبه لعمليه يعني التسجيل. التسجيل بيتم يا اما بثلاث طرق، عن طريق الموقع الالكتروني اللي اطلقته وزاره الصحه، او عن طريق الخط الساخن 15-3-35. اي مواطن ممكن يتصل بالخط الساخن هيدلوه وياخد بياناته، او لو ما قدرش لا كده ولا كده ممكن يتوجه للمستشفى، اقرب مستشفى ليه في مكتب تسجيل ممكن ناخد بياناته وبنسجلها. بعد كده بتروح له رساله نصيه على الموبايل بتاعه بنقول له ان هو يتوجه للمكان والزمان على حسب يعني السيستم بتاع الوزاره. بيجي بعد كده النهارده يعني الحمد لله المواطنين اللي هم راح لهم الرسائل تواجدوا من صباح اليوم وبيتوجهوا على طول لمكتب التسجيل. بنشيك على الداتا بتاعهم من خلال بطاقه الرقم القومي او من الباسبور اللي معاه، وبنربطها بالسيستم اللي موجود في الوزاره، بنطمن على بياناته، بنشوف الحاله المرضيه بتاعه. بعد كده بيروح للطبيب في حجره الموافقه المستنيره يكشف عليه، الطبيب بيطمنه بيعرفه كل البيانات بتاع اللقاح، وبعد كده بياخد الايه الحقنه، وبعد الحقنه بيقعد شويه في حجره المتابعه، في برضه طبيب وممرضه موجودين بيطمنوا عليه. يعني عايز اقول ان احنا عندنا نوعين من اللقاح، اللقاح اللي هو الصيني السينوفارم، واللقاح اللي هو الانجليزي الاسترازينيكا، الاثنين متوفرين، واحنا بنكشف على المريض والطبيب بيقدر يحدد المريض ده بيحتاج ايه. في بعض طبعا يعني ايه يعني اذا كان يعني المريض بياخد ادويه مش مصدقه للمناعه، او ان هو يعني عنده يعني كورونا دلوقتي مستجدة والحالة يعني نشطة، بنأجله شوية لغاية ما يتم الشفاء إن شاء الله. أنا عايز أقول إن التطعيم كله بالمجان، المريض ما بيتكلفش أي حاجة، إحنا موجودين يعني على مدار الأيام سواء الجمعة أو العطلات من الساعة 9 الصباح ل 5 مساء، ومستمرين على طول لحين إن شاء الله يعني من إيه يعني التطعيم كل المواطنين. المواطنين اللي هم اولى بالتطعيم في الفتره الحاليه او في المرحله الاولى اللي هم عندهم